بسم الله الرحمن الرحيم. راني ندير نداء لكافة سكان ولاية سطيف، وخاصة سكان ولاية أو سكان مدينة العلمة. اليوم رانا في المباشر في المقبرة تاع العلمة، وين رانا حاضرين. أنا راني حاضر هنا مع الأستاذ بشطوطي، رانا جبنا 10 موتى ربي يرحمهم ويوسع عليهم. اليوم راهو مازالوا 3، انا اللي عشيت في ليزيرجونس، راهو 13 ديسي اليوم، 13 ديسي. جد الندى، اروحوا شوفوا بعينيكم، شوفوا الناس اللي راهي طايش في لي كولوار في الارض، ما كانش بلاصه، ما كانش الاكسجين، لي زاباري تاع الاكسجين ما كان والو. الحل الوحيد هو الناس تبقى في ديارها، ريحوا في دياركم، ما كان حتى حل. لا مالادي فيرال ما عندهاش دواء، من بكري نعرفوها. وركز زر الله يسلمك. ما كانش اصحاب الدادوس استهزاوش الناس، والله العلي العظيم، غير راهو الامر خطير، راهو الامر خطير. انا في العياده تاعي والله غير كي تجيو 15 كونسلتاسيون، والله غير 14 سيدي كريف، والعلم لله، كورونا ولا ماش كورونا. اسمع يومين عندك في 15 و14 15 كونسلتاسيون، والله غير 90% سيدي كريف. نصيحه الاخرى الحكيم، الله يبسط هنا برك الحكيم. قلنا لك ما كانش دواء الكورونا فيروس، قلنا لكم الوقايه الوقايه والوقايه، ما كانش دواء، ما كانش في العالم، ما كانش دواء، ما كانش وقايه. ليجيان، تباعد، لي ماسك، صلاه النبي.